وكيل المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى. يا أيتام محمد وآل محمد باسمكم نرفع العلم. لماذا ضربت القبة الآن؟ لماذا لم تضرب في السابق؟ التفتوا أيها الناس، والله إنه منزلق سياسي، إنها عملية سياسية وليس دينية. احذروا من الحرب الطائفية التي يريدون بها إذلالكم وتفريقكم وتمزيقكم. تعويض للبناء، إلى متى هذا الصمت المريب؟ الإمام الذين تصفهم الرواية رهبان في الليل. والله إنها فتنة عظيمة تريد أن تقلع الإسلام من جذوره، ولكن هيهات هيهات، نحن أمة محمدية، كلنا محمديون، كلنا من أتباع محمد وآل محمد، فاثبتوا واصبروا أيها الإخوة. كلا كلا أمريكا، نحمل قوات الاحتلال المجرمة الكافرة الصليبية اليهودية هذا العمل، وأيضا نحمل الحكومة العراقية مسؤولية حماية المقدسات المقدسة، وأيضا أن هذه الجموع لا تنتظر إلا بكلام واحد من المرجعية. إلى 168 مسجد ما بين محترق وما بين مختطف. فعندنا 10 شهداء من أئمة هذه المساجد، لقد دخلوا عليهم في بيوتهم، والبعض منهم في حرم المسجد، ليضربونهم بزخات من الرصاص.